طيب ابو احمد من ابها حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يثيبكم يا شيخ، عندي سؤال الله يجزاكم بخير. وإياك. تفضل تفضل. سم. السؤال يا شيخ يقول هناك فرقه من الفرق تذم الائمه الاربعه وتذم من يتبعهم بقوله ان تقليد الائمه الاربعه ضلال. طيب شكرا لك. والله امرنا صوتك. تفضل يا شيخ. يا أخي هذا قول باطل، قول خاطئ. الأئمة الأربعة أئمة المسلمين، تلقى المسلمون عنهم تلقى المسلمون بالقبول وأخذوا فتاواهم ومسائلهم، فالقدح فيهم قدح في الشرع. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الغالب أن الحق لا يخلو عنه الأئمة الأربعة، فما ما قد أجمع على ضلال. هم أئمة الإسلام وفقهاء المسلمين، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله، لهم أصحاب النقل فتاواهم ومسائلهم. هم لا يلزمون تقليدهم، وإنما يلزمون اتباع الكتاب والسنة، فهم أئمة هدى، نقتدي بآثارهم ونأخذ فتاواهم ونقبل فهمهم للنصوص، فهم أجروا علما منا وأقوى إدراكا منا. سبهم وقدحهم وعيبهم دليل على الجهل وعدم الفهم وعدم الفقه في دين الله. أثابكم الله. هذا